يسعدنا نستضيف الكاتب فرج الضفيري الحاصل على ماجستير في المناهج العامة وأحد أهم كتاب الطفل البارزين على المستوى العربي. صباح الخير أستاذ فرج. صباح الخيرات والمسرات. صباح الخير أخوي الكريم، كيف حالكم؟ طيبين؟ الحمد لله. الله يسلمك، أنت شو أخبارك أستاذ؟ طيبين، الله يعطيكم العافية ويسلمكم. الله يعافيك. إحنا نسعد دائما أستاذ فرج أن إحنا نلتقي فيه في كل عام في المهرجان، وتحملنا دائما الجديد في هذا المهرجان والجديد في عالم الطفل. أستاذ فرج، خبرنا عن مشاركتك هذا العام في المهرجان. أنا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، ونشكر الشارقة على هذه المبادرة المميزة والرائدة جدا، وهي برعاية كاملة وتامة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان القاسمي حفظه الله ورعاه. ويعني هذه المبادرة المميزة جعلت الشارقة ترتقي عام بعد عام، إلى أن صارت هذه المبادرة نواة لأن تكون الشارقة هي عاصمة الكتاب العالمية. وهذا منجز يعني ليس بالسهل أن يتحقق، وهو يعني حصيلة 4 عقود متتالية من الإنجازات لصاحب السمو حفظه الله ورعاه. المشاركات في المعرض أو في عفوا في مهرجان الطفل متنوعة، سواء على مستوى الأنشطة الورش العمل أو مستوى الندوات الثقافية، وهي فيها احتكاك ما بين المثقفين والمهتمين بالمجال. ولا شك أن هذا التلاقي وهذا التلاقح بالأفكار مهم جدا لنا ككتاب وأيضا للمتلقين. حلو، يمكن هذا الشيء اللي كنت راح أبغي أسألك عنه أستاذ فرج. اليوم أهمية هذه المهرجانات، أول شيء كملتقى فكري يجمع المهتمين في الثقافة، واليوم نحن نسلط الضوء على الطفل. أهمية الكتاب اليوم ومدى حاجة الأطفال للقراءة بشكل خاص. الأطفال الآن في أشد الحاجة للكتاب، أو خلي إذا قلنا بشكل عام للقراءة ككل، والسبب أن وجود مشتتات وملهيات للأطفال تمنعهم من القراءة. القراءة هي الثقافة، هي الوعاء الناقل لثقافات الأجيال، الناقل للتراث، الناقل للمعرفة عموما بجميع أشكالها التي تتوسع وتزداد يوما بعد يوم. من غير الكتاب لا يمكن صناعة مثقف، من غير الكتاب لا يمكن بناء حضارة، من غير الكتاب لا يمكن بناء أمة تنهض بالمجتمع وترتقي به وتطوره. فنحن فعليا بحاجة للكتاب، وصناعة الكتاب تشهد تطور، وإن كان هناك جانب آخر وهو الجانب التقني الذي يعني إلى حد ما حد من تأثير الكتاب، لكن هذا ليس في الحقيقة جانب سلبي بحت، وإنما ممكن المزاوجة أو الدمج ما بين التقنية الحديثة مع الكتاب بتوفيرها للأطفال، ويكون هناك يعني بهذا التلاقي نحصل على الثمرة المرجوة من الثقافة ومن خلال الكتاب. وهذا اللي لاحظ إسماعيل أستاذ فرج خلال المهرجان، أن المهرجان يسعى أنه يواكب هذا التطور في عقلية الطفل، يواكب اهتمامات الطفل، وأيضا يتماشى مع هذا التسارع في التكنولوجيا. أستاذ فرج، في أحد اللقاءات ذكرت جملة جدا جميلة ونحب يعني نعقب عليها، أن الكتابة في أدب الطفل تحتاج جناحان، الجناح الأول هو الإبداع والجناح الثاني هو التربية. تخبرنا أكثر عن ماذا تقصد بهاي النقطة؟ هو صحيح، هذا مهم جدا في موضوع الكتابة، أن الكتابة للطفل نحتاج فيها إلى هذا الشقين، الشق الإبداعي الذي يجذب الطفل ويجعله يندمج ويتشوق لهذه القصص التي يقرأها. فنحن في هذه الحالة لا نخلي الجانب الفني الذي يحتاجه الطفل ويشبع هواياته ورغباته واحتياجاته العمرية. فهذا مطلب أساسي في جذب الطفل للقراءة. الجانب الإبداعي أو التربوي، الجانب التربوي نحن أيضا لا نقدم الطفل أو الكتاب بشكل عبثي، وإنما نقدمها بشكل مدروس وبشكل احترافي يقدم له التربية وينفعه ويؤهله لحياته القادمة. نعم، جميل. أستاذ، لك مشاركات عديدة في مجلة ماجد اليوم. اليوم المنشورات والمطبوعات اللي مخصصة للأطفال، وكلنا كبرنا طبعا على مجلة ماجد، يعني شو تحتاج اليوم صحافة الطفل أو المطبوعات المخصصة للطفل للمواكبة؟ لأن أنت ذكرت قبل شوية أستاذ اليوم في تحديات
التقنيات قاعد تسلب الطفولة من أو تبعدهم عن القراءة شوية. صحيح، هو الموضوع المطبوع عموما، الإعلام المطبوع يعني يواجه، إذا أخذنا هذا العبارة أزمة في موضوع التواصل مع القراء. إذا أنا حتى يعني تؤدي المجلة هدفها، المجلة الورقية هدفها، فلا بد من دمجها بالتقنية. دمج التقنية له أساليب عدة، مثلا إذا بغض النظر عن موضوع الإعلان، التواصل أن يكون جزء من المادة المقروءة قد يكون متوفر في جانب تقني آخر. إذا كانت القصة بالإمكان أن تكون مقروءة والطفل يستطيع من خلال باركود أو QR أو أي تقنية حديثة توجد باستطاعته أن يقرأ أو يسمع أو يشاهد تحرك معين لهذه النصوص التي يقرأها والرسومات التي يتابعها على المجلة. فعليا تحديات المجلات والإعلام المقروء كثيرة، فلذلك لابد من استخدام التقنية وإيجاد حلول تدمج ما بين التقنية الحديثة وبين الجانب الورقي. ولعله يعني هذا يحتاج أيضا إلى بحوث مطولة في هذا الجانب، وهناك عديد من البحوث اللي تناولت، والبحوث العلمية والدراسات تناولت هذا الجانب بالذات للعمليات الدمج، وقد نجحت بعض التجارب. صح. في دول أخرى مثل أو في بلدان أخرى مثل في أمريكا، إن هناك مجلات أجنبية وإلى تزال إلى الآن الجانب الورقي متوائم مع الجانب الإلكتروني. ولا يزال يعني المطبوعات الورقية لا تعاني من النقص التي تعاني فيه المجلات العربية. صح. لأنهم استطاعوا المواءمة بين الجانبين. أستاذ فرج، بعد نقطة جدا مهمة المجلات تحرص عليها هي وجود شخصيات مؤثرة. يعني احنا كبرنا على مجلة ماجد، وليح نتذكر كسلان جدا، نتذكر أمونة، نتذكر هذه الشخصيات كان لها دور جدا كبير ونتذكرها لين اليوم. اليوم انت استاذ فرج ايضا لك مساهمات في خلق شخصيات من خلال بعض المجلات، كيف ممكن اليوم نبتكر شخصيات تبقى في ذاكرة الأطفال وتتذكرها حتى بعد 20 سنة؟ صحيح، هو هذا تحدي بالنسبة للكاتب وبالنسبة للرسام في المجلة، باعتبار أن الشخصيات في المجلات مركبة بين القصة وبين الرسم. من العناصر المهمة اللي خلتنا، شوفي أنت الآن ذكرتي قصة كسلان جدا، ذكرتي أمونة، والسبب وجود جانب طريف في هذه القصص. الطرافة عنصر أساسي يجذب الأطفال ويحببهم للقراءة ويحببهم لهذه الشخصيات. من العنصر الأساسي طبعا في الموضوع هو الفكاهة، لأن الطفل في جميع مراحله العمرية سواء من الصغر أو إلى أن يصل إلى المراهقة، وهو يعني لا يزال يهتم بموضوع الفكاهة والنكتة. صحيح. الطريفة والمقبولة بالنسبة له دائما. نعم. في كل قلب أي إنسان كبير طفل، يعني لا يشيخ هذا الطفل أبدا. صحيح. ابنتك طيف أستاذ، يعني ما شاء الله هي الآن على أبواب، ونحسها على أبواب الكتابة. اليوم الأهل كيف يدعمون أبنائهم المبدعين، وخصوصا اليوم أستاذ فرج، يعني ما شاء الله في كتاب أطفال مبدعين ونرى أصداراتهم سنويا ومساهمتهم لإثراء أدبهم. يعني فاليوم كيف الأهل، دور الأهل في تشجيع أبنائهم والوقوف معهم ومساندتهم لإظهار إبداعاتهم؟ فعليا هو الأطفال في الأصل هم موهوبين، لكن عملية اكتشاف هذه الموهبة هذا ضروري جدا. أنا ألاحظ مثلا ابني أو بنتي كيف ممكن أن أقتنص الموهبة التي لديه ثم أطورها. بعض الأطفال نلاحظ أنه يهتم بالفك والتركيب، هذا جانب هندسي. عندما ألاحظ هذا الطفل أعرف أن عنده موهبة هندسية، قد عندما يكبر يكون مثلا مهندس، يكون في جانب تقني. عندما ألاحظ أن الطفل عنده جانب تأملي أكثر، فهذا في الغالب يكون رسام، يكون شاعر، يكون كاتب، أو يكون من الأشياء التي تحتاج إلى تأمل، قد يكون مفكر. عملية اكتشاف الموهبة لدى الطفل هذه مهمة الوالدين، وعليهم أن ينتبهوا لها. فإذا وجدوا موهبة عند الطفل فعليهم أن ينموها، يحرصوا على تنميتها، على تطويرها. إذا كان يحتاج إلى قراءة، إذا كان يحتاج إلى زيارات إلى أماكن معينة، متاحف يعني أو أي مؤسسات تكون معنية بهذا التخصص أو بهذا الجانب أو الهواية لدى الطفل. إذا كان الطفل رسام نحتاج أوفر له أدوات الرسم. إذا كان مهتم بالتقنية أوفر له جوانب تقنية. ونحن عندما نقرأ أو نسمع
عن أطفال مبدعين الآن، نلاحظ أن بذرة الإبداع بدأت من الصغر ثم نمت إلى أنصاره، يعني من المبدعين ومميزين في مجالاتهم. حتى في موضوع الإعلام مثلا، نلاحظ أن الطفل في صغره حريص على العلاقة الاجتماعية، حريص على التواصل مع الآخرين. ولذلك أنا في ذهني أنه الأخوين الكريمين كانوا في هذا الشكل، لذلك هم الآن في الإعلام. صحيح أستاذ. أستاذ فرج، هذا السؤال يمكن طرى في بالي. دائما إحنا نقول أن الكتابة للطفل هي من أصعب أنواع الكتابات. اليوم الطفل كيف يكتب للطفل؟ كيف ممكن للطفل أن ينجح بأن يكتب للطفل كتجربة شخصية؟ هو عملية الكتابة للطفل هي موضوع فيها بين التربويين فيها نقاش، هل الكتابة للطفل تعتبر كتابة ناضجة بشكل كامل أو هي من باب الموهبة؟ أنا الآن إذا تكلمت عن جانب الموهبة، فنحن مطلوب منا أن ننمي هذا الكتابة حتى الأطفال الآخرين يتطوروا. وأيضا أنا سأقتبس من كلام ابنتي البارحة لما سألوها هل تكتبين للكبار، قالت لهم لا، أنا لا أكتب للكبار. لماذا؟ لأنه ليس لدي الفكر الكافي، ليس لدي المعرفة الكافية التي أكتب بها للكبار. وهذا نفس الشيء ونفس المبدأ. أنا عندما نحن ككتاب كبار يعني نكتب للأطفال، يعني نواجه القضايا التربوية ونحلها بشكل إيجابي بشكل سليم. لكن عندما يكتب طفل ويحاول أن يحل مشكلة تربوية، فأنا لا أثق بهذا الحل، ولا يمكن أن أقدم لطفلي قصة كتبها طفل آخر بحل هو رآه من نفسه، قد يكون واجه يعني أو عفوا بناء على رغبة ذاتية أن يكون هذا هو الحل، بينما الحلول يجب أن تكون مدروسة تربوية. صحيح. واليوم هذا أكيد يعني كتب الأطفال دائما ما تمر بمراحل تدقيق وإلى آخره، وحتى الصياغة المهمة. اليوم نظرتك يعني المستقبلية لكتاب الأطفال كيف سيصبح بعد 15 سنوات من اليوم؟ نحن يجب أن نتفاعل، وخاصة مع وجود مبادرات مميزة يعني وخاصة في الشارقة تدعم الكتاب، تدعم تطوير الكتاب. ولذلك ومن مثال واضح جدا هذا المهرجان الذي يعزز قيمة الكتاب للطفل ويعزز قيمة الكتاب بالنسبة للطفل. إن شاء الله نأمل أن يكون الكتاب في تطور في ارتقاء كتاب الطفل، وأن يكون أيضا هذا التطور مدعاة لثقافة أكبر وثقافة أوسع بالنسبة للأطفال. وكما قلت لك نحن لا نفقد الأمل، وإن كان التقنية كثيرة والتحديات أكثر، لكن الكتاب لا يزال هو العنصر الأساسي في بناء الثقافات. صحيح. احنا نسعد دائما أستاذ فرج بلقائك في كل عام في المهرجان اللي تأتينا بما هو جديد في عالم الكتاب للطفل. شكرا لك أستاذ فرج الظفيري الحاصل على ماجستير في المناهج العامة وأحد أهم كتاب الطفل البارزين على مستوى الوطن العربي، يعطيك الصحة والعافية. شكرا لك. مشاهدينا ننتقل سويا لزميرتنا عبير النقبي المتواجدة في أروقة المهرجان، وتطلعنا على أحدث دور النشر الموجودة وأيضا أحدث الضيوف والإصدارات الموجودة.